لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فإن ثمة مصطلحات هي أوصاف ذم، ذم الله عز وجل بها من عصاه، وهذه الأوصاف يعقبها ثمراتها من البعد والعقوبة والحرمان، وهذا يحتاج إلى تأمل بعيد. وهذا الذي كان عليه السلف رضوان الله عليهم حين يطالعون الآية بعد الآية، يعرضون أنفسهم عليها واحدة واحدة، فلم يكن أحد فيهم يسمع وصفا لكافر أو منافق إلا وهو يخشى على نفسه أن تزل به القدم إلى هذا الحال، لأنه يبصر ما بعدها ويعلم خاتمتها. لذلك لم يكتفوا بمجرد سير بعمل صالح، بل إنهم كانوا يعانون في التخلي، إذ أن النفس قد جبلت على التباطؤ والدعة، وعلى حب كل ما يبغض الله رب العالمين. أرأيت قولة إبراهيم عليه السلام وهو يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقولة نبيكم صلى الله عليه وسلم: إني وأنا رسول الله ما أدري ما يصنع الله بي، وقولة أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فكان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. أما هذا اللفظ فلابد أن يعيه كل عاقل، فإن الأعمال بالخواتيم،
ومن أراد الآخرة فإن انقطاع سيره يقطعه عنها، وإن وقوعه في ضدها يدنس عليه السير ويعرضه للكلاليب هناك. إن من أعظم أوصاف الذم في القرآن ومما حصل فيه الخلط عن كثير من المسلمين عن معناه هو مصطلح الفساد والمفسدين. هذا المصطلح الذي لطالما حصره الناس في مظاهر من رشوة ومحسوبية وغيرها، فيظنون أن الفساد يكون في المال وحسب، وهذا هو عين الخلل. فإن الفساد مرتبط بمخالفة أمر الله، وأعظمه شرك به سبحانه جل في علاه. قال الله عز وجل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ففسادهم بعبادة غير ربهم الذي خلقهم وسواهم. وردت هذه اللفظة بمشتقاتها في القرآن 50 مرة بأنواع من جنس هذا الفساد حتى يبين خطرها. وردت عند أهل العلم على 17 نوع من أنواع الفساد في القرآن، وعلى 5 أنواع في السنة، ومجموع ذلك يدل على خطر هذا الذي لا يعيه كثير من الناس. فكم من مفسد يرى نفسه في ثوب مصلح، وكم من فاسد ظن نفسه من الصالحين، فهو يعمل في غير معتمل، وما عمله إلا بعد من ربه. قال الله عز وجل بعد إذ ذكر أنواعا من الفساد، ذكر أنواع الفساد الذي يقوم عليه المنافقون: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فالنفاق فساد، وهو تمالؤ على أهل الإيمان وتجريء لأهل الكفر على المسلمين، إفشاء لأسرار المسلمين وولاء لغيرهم، وهذا أعظم أنواع الفساد. أعظم أنواع الفساد في المنافقين أن يروجوا لما يخالف حكم الله فيهم، وأن يشجعوا على معصيته جهاراً نهاراً، ثم يسمونه بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، ثم تسمع حريةً وليفعل كل أحد ما شاء في الوقت الذي يشاء. وهذا ليس له وصف عندنا إلا انسلاخ عن حكم الله الذي هو الإله الواحد الأحد، وكل ما دونه متعبد له معبود له، ليس لأحد قول ولا نهي معه، ومن خرج عن ذلك ما خرج عنه إلا بالادعاء والمخالفة، وليس وصفا له يتخلف. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فتبجح وقل ما شئت، وضع قوانين وستر كما تشاء، لكن هذا الذي تفعله لا يخرجك عن كونك عبدا لله، فقير ذليل لا تستغني بنفسك عنه طرفة عين.
قال صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فهذا الفساد عباد الله يتلبس به العبد كلما خالف أمرا من أوامره ونهيا من نواهيه، يقوم على هذا الوصف. وهذا الوصف وصفه رب العالمين سبحانه وتعالى بثمرته، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب المفسدين، إن الله لا يحب المفسدين. هذا لابد أن تعيه، كلما قمت على هذا الوصف كلما تخلف عنك حب رب العالمين. فبأي شيء تنجو وبأي شيء تقبل وعلى من تفد؟ وقد أبغضك وقد أبغض عملك ورد عليك حالك. هذا الذي يتخلف عنه حب الله، يتخلف عنه ما وصف صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه سبحانه وهو يقول: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذا إذا قام على الفساد لم يكن له ظهير من ربه، ولم يكن له معين على حاله. فترى أمانيه، أماني أعداء ربه، مطعم ومشرب وشهوة وبطن، لا يعدو كونه حال البهائم، لأنه لا يحب ما يحب الله. خلي بينه وبين أمره وشهوته. أما الذي يحبه ربه سبحانه كان سمعه الذي يسمع به، فلا يلتذ، بل تحصل الوحشة إذا لم يسمع ما يحب من كلامه ومن كلام نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وبصره الذي يبصر به. أما أن تلتذ الأذن بالأغاني والغيبة والنميمة والأفلام والمسلسلات، وتهنأ العين بمشاهدة المتبرجات والنظر إلى المحرمات، فعلى أي شيء يبكي العبد بعد هذا الحال؟ وأي مأتم يقيمه على قلبه هذا الذي يطرب بهذا الفجور؟ فإن ثمة قلوب تحيا بذلك، ليس لها أنس إلا بالله، وثمة قلوب تشمئز إذا سمعت كلام الله. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه، أي دون ذكر دون الله، إذا هم يستبشرون. تراه يتململ على سماع آيتين فضلا عن ساعة من القرآن، فضلا أن ينصب قدميه بين يدي الله. أما إذا أتت الأفلام والمسلسلات والمباريات، فلا ألم في ظهر ولا ألم في أذن ولا في عين. فعلى أي شيء يبكي العبد إذا وصل حاله إلى ذلك؟ هذا عزاؤه، أن يقيم نفسه على بابه منطرحا، شاكيا إليه حاله وما آل إليه. فإن اللقاء عما قريب سيلقاه، وفساده لا يصلح به في عرضه على ربه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، تجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفرض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه.
وأشهد أن لا إله إلا الله، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إن الفساد كل مخالفة أعظمها شرك بالله، وهذا مبني على جهل به، فوالله لا أرحم من الله ولا أجود منه ولا أرأف بعبده منه. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على إصلاحنا وعلى قيامنا بما فيه نفعنا. له الحمد أن أخذ بأيدينا فأسلمنا له وأخلصنا لدينه. له الحمد على الإيمان وعلى الإسلام وعلى العافية والستر. فكلما بعد العبد بمخالفته نادى في قلبه هلم إلى الله، ليس لك غيره، ولا أحد يجبر كسرك سواه. ارجع، تهنأ، ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا كافيا معافيا هاديا ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فاكتفى بذلك عن الشواغل والسبل، فذاق بذلك طعما لطالما تخلف عنه أكثر الناس. ومن أعظم أنواع الفساد الفرية على الشرع بالبدع والخرافات، وتسمية ما لم يسم الله دينا يتعبد به إليه. لذا كثير من الناس يظن أن العبودية على الوجه الذي يريد هو وعلى الصفة التي يشرع، وهذا قد قطع طريق سيره أبدا. لذا كان السلف بعضهم ينزر قول الله عز وجل في أهل الكتاب الذين كفروا بالله يلحق بهم أهل البدع، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا له صفة في السنة حكاها صلى الله عليه وسلم، وهو يذكر ورود الناس عليه على الحوض، قال فيزاد عن الحوض أناس تردهم الملائكة كما يرد البعير الجرب، فأقول أصحابي وفي لفظ أحبابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أنت لا تعرف ما الذي وصلوا إليه من الطرق والبدع والخرافات، حتى صار بأسهم بينهم
يذبح بعضهم بعضا ويسميه إيمانا وجهادا. لذا لما ذكر صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ في السنن ذكر نوعا يوجب التأمل، قال الغزو غزوان، الغزو في سبيل الله نوعان، نوع يسمى وليس له إلا الاسم، ونوع آخر يجري عليه الأجر كاملا. فأما من ابتغى به وجه الله لم يخرج إلا لرفعة دينه، لا سمعة ولا رياء ولا عصبية ولا قومية، إنما يبذل لرفعة الدين، وهذا لا يكون إلا أن يحارب كافرا معتديا على الإسلام ويطيع الإمام وينفق الكريمة ويسر الرفيق، يكون سهلا في سفره في غزوه مع إخوانه ويبذل نفسه كريما. قال ولا يوقع الفساد، كان نومه ونبهه أجرا كله، كلما نام كلما استيقظ كلما ماشى كلما قعد يجري عليه الأجر. وضده الآخر ذكر فيه صلى الله عليه وسلم ولا يفسد في الأرض، قال أهل العلم وهو مجاوزة الحد في القتل والأسر والتخريب، فإن الجهاد الذي هو حرب له قيود إذا جوزت دخل في الفساد. إن التأمل في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر النوع الثاني قال بعده فهذا لم يرجع بالكفاف، ولا حول ولا قوة إلا بالله، خرج بماله ونفسه وعرض للمهالك، ومع ذلك لم يرجع بالكفاف، أي أنه حتى لم يرجع بالحسنات على قدر السيئات، مع أنه غزا في سبيل الله لم يرجع بالكفاف، وزره أكثر من أجره، مع أنه خرج يبتغي ظاهرا لكنه خرج رياء سمعة يفسد في الأرض. فدل على أن الأعمال ليست على هوى الناس، إنما العبادة على وفق ما شرع الله، وإلا قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه، لا ينسب للشرع، ويجب تقبيحه وتقبيح صاحبه إذا دعا إليه حتى ينزه الشرع عنه. كذا الخرافات، هذا نوع فساد هائل يستشري في المسلمين لعظيم جهلهم ونبذ السنة خلف ظهورهم. كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في كل خطبة خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي كفاكم نبيكم صلى الله عليه وسلم أمر العبادة والسلوك، الزموا غرزه، إياكم والمحدثات فإن كل بدعة ضلالة، يظلم الطريق أكثر ويبعد الناس عن الصراط المستقيم أكثر. وهذا عين مراد الشيطان من هذا العبد، أن يصيب البدعة أحب إليه من أن يصيب الكبائر، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لأن المبتدع يعصي ويجهد في معصيته وهو يظن القربة ولن يرجع، لأنه يرى أنه متعبدا باذلا. لذا قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله توبة المبتدع، أي أنه لا يلهمها
لا يتصور أنه منحرف، لا يريد أن يرجع، يظن أنه قائم على العبادة. ليس معناه أنه مردود، لا، أي أحد لو رجع إلى الله قبله ربه. لكن المعنى هنا أن المبتدع لا يرى نفسه أصلا مقصرا أو مخالفا، بل إذا نبه غاضه الشيطان وأزه أزا على سب مخالفه فيظل في غيه وبعده. فالميزان في الباطن على وجهتك من تريد، وفي الظاهر والباطن والحال على هديه صلى الله عليه وسلم. غير ذلك فساد، كل بحسبه. فإن كان في أصل الدين ففساده أعظم الفساد، وإن كان في المعاصي التي هي من جنس الكبائر كذا ويدخل فيه النفاق وغيره. قس على ذلك بعد كل من فسد عن الله عز وجل وعن صراطه المستقيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.